احنا النهارده الحلقه الثانيه ان شاء الله من الكلينيكال سكيلز، على اساس حلقه من الثانيه من الاربع حلقات القادمه. ده مجرد ريفيجن للنيك بالسيشن، هاو از ذا ميجرمنت في عيانه زي دي، البوزيشن بتاع الستاندنج او سيمي سيتنج او سيتنج بوزيشن، بقدر اشوف البالسيشن. وقلنا ان البالسيشن اوف ذا فين از defined by variation of the blood flow. لكن the pulsation of an artery is vibration of the wall. الاثنين بالفي بس الاثنين مختلفين. ساعات بنشوف congested neck vein لكن مش شايف البالسيشن، وده نتيجه حاجه من الاثنين، نتيجه superior vena cava obstruction او نتيجه ان هو increased venous pressure عالي جدا، بحيث ان الويز بتاعت الفينس مستخبيه ورا اللوبيول اوف ذا اير، وهنا ما بقدرش احدد. طب انا لو ما شفتش بالسيشن في السيمي سيتنج بوزيشن قاعد العيان ليه؟ لان الكولمن اوف بلاد هينزل، وبالتالي اقدر اشوف الويز اوف فينس بالسيشن اون ذا توب اوف ذا بلاد كولم. لكن لو قاعد العيان ايفن ومش شايف بالسيشن خالص وانا متاكد انها فينس، ده سيفير كونجشن. واتكلمنا على الهيباتو جاجلر ريفلكس، وقلنا ان هو افضل يسمى ابدومينو جاجلر، لان انا مش ما يستحبش ان انا ادوس على الليفر، لان الليفر في الكونجيشن بيبقى كونجستد جدا وبينفول، فلما ادوس عليه يفضل ادوس فين؟ في البطن. وقلنا ان انا اي بريشر اون دي انفيرير فينا كيفا لازم هيعلي الفينس بريشر. الحكم هنا مش زي بقيه الدكاتره اللي بيقولوا عليه ان انا لما بزود البريشر بيزيد الكونجيشن، ما ده طبيعي. هي الفكره بعد قد ايه يرجع تاني نورمال. يبقى الانتربريتيشن بتاعي لما بشيل ايدي مش وانا حافظ ايدي. نخش في بعض الحاجات بقى جديده النهارده، ولا هو الساينوز. Cyanosis is a condition that causes the skin and the mucous membrane inside the mouth edge to turn blue. Turn blue يعني cyanosis. Cyanosis سببها ايه؟ دي قصة تانية أخرى. نتيجة hypoxemia ولا نتيجة إن الـ oxygen carrying capacity بتاع the red blood cells affected، ولا نتيجة sluggish circulation؟ فده يعتمد عليه اذا كان سنترال ولا بريفرال ساينوزس ولا وات ايلس. كلمه وات ايلس يبقى انا جاي ناحيه دكتور النفرولوجي، لان في مواضيع مهمه في وات ايلس. مش اي عيان عنده الهيموجلوبين عالي او نورمال ان الاكسجين كارينج كاباسيتي بتاعته تبقى كويسه. المثال المهم قوي اللي احنا بنحبه في النفرولوجي هي الميت هيموجلوبينيميا نتيجه الانتوكسيكيشن، وبالتالي ممكن الاكسجين موجود لكن مش قادر يطلعه على التيشو. السنترال ساينوزس هو بيبان في التانج. ليه؟ لان التانج ما فيهوش اي بريفرال فازو كونستريكشن او ان هو ممكن يحصل فيه ديمينش سيركوليشن. البريفرال ساينوزس ده اقوله امتى؟ اقوله لو ما لقيتش سنترال ساينوس، يعني مش اي واحد ايديه مزرقه او ده بريفرنس. طالما لقيت في اللنج ما فيش سنترال ساينوسس وبس بره في بريفرال ساينوسس، يبقى انا اقدر اقول بريفرال ساينوس. اللنج فانكشن اي حاجه ممكن تعمل فيها السنترال ساينوس. ايذر الثلاثه المشهورين في اللنج البرفيوجن والديفيوجن والفنتيليشن. لو اي حاجه فيهم افكت، الفنتيليشن اللي هي الاكسجين فلو، الديفيوجن الجاز اكستشينج، واخر حاجه البرفيوجن اللي هو البلاد اللي بيطلع لللنج، وده طبعا سببه البالمونري امبول. يبقى دايما نبص اون ذا تانج، وزي ما اتفقنا خليك دكتور ناصح في الامتحان. ما تفتحش بق العيان غير لما تشوف كل حاجه. هتشوف بالور كنبيع، هتشوف ساينوزيس كنبيع، هتشوف بيجمنتيشن كنبيع، هتشوف فانجل انفكشن كنبيع. هو يفتح بقه مره واحده. نسيت تعمل حاجه
وعملتها قدام الاكزامينر هيبقى فيتال ميستيك. افتح بق العيان مره واحده، امسك ايد العيان مره واحده، تعملها وان. السنترال ساينوزز فيري فيري انكومن ان احنا نلاقيه في الاكزامينيشن، الا اذا كان عيان عيانين عندهم تشيست مانيفستيشن عنيفه جدا. السبب الثاني ممكن يكون كاردياك ساينوزس، وكاردياك ساينوزس بالسنترال ساينوزس يا اما يجي في اليونج ايج يا اما يجي في الاولد ايج. في اليونج ايج عارفين طبعا الفالوس وبقيه الحاجات اللي هي ساينوتيك كونجينيتال هارت ديزيز. يجي على الميدل ايج شويه يجي الايزنمنجر اللي هو ريفيرس شنت، اللي هو بدل ما كان ليفت تو رايت بيقلب من رايت تو ليفت شنت. طب بالنسبه لنا احنا كده كادلت اولد ايج، وات از ذا كومنست؟ هنجاوب على الشات. وات از ذا كومنست ان elderly، يعني بنتكلم فوق ال 60 70، كوز اوف سنترال ساينوزس. لو جالك عيان عنده 60 65 70 سنه وعنده كاردياك سنترال ساينوزس، السبب هنا بيبقى ايه؟ سي او بي دي وارد ان هو طبعا يكون سي او بي دي في الالدرلي، لكن لو هو كسببه كاردياك بالمونر امبوليز طبعا وارد، بس هيبقى معاه التريات اللي هو الساينوزس وتاكي اريزميا وهيبوكسيميا عنيفه جدا. الهارت فيلير عشان يعمل سنترال ساينوزس ده فيري 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 انكومن وفيري ليت. الاورتيك ستينوزس طبعا كاتبه اورتيك ستينوزس بيعمل له كاردياك اوت بوت ستيت، مش من ضمنها السنترال ساينوزس. السبب اللي في الكبار اللي يبتدي يظهر فيهم ساينوزس هو الاي اس تي دي اتريال سيبتال ديفكت، لان الريفيرس شنت بتاعتها بتحصل متاخر جدا جدا لان الاتريال بريشر ضعيف. فهي ده اللي في الادلت اللي ممكن يجي له سنترال ساينوزس نتيجة كاردياك انومالي. لما نيجي نبص على البريفرال ساينوزس، وارد جدا تلاقي البريفرال ساينوزس وان هاند او تو هاند، يعني ممكن الاقي ايد واحده او ايدين الاثنين فيهم بريفرال ساينوزس، ودي ليها اسباب ودي ليها اسباب. عيان الدياليسيس هو اشهر عيان ممكن يحصل فيه بريفرال ساينوزس in one hand اللي هو سببه ايه؟ الستيلينج فينومينا. البريفرال ساينوزس في الايدين الاثنين تعتمد على حاجه مهمه، هل هو على طول عنده سنترال وبريفرال ساينوزس؟ لا خلاص ده هيبقى على طول ده سنترال. هل عنده بايلاترال هاند او بريفرال ساينوزس؟ هنشوف هل هو في الكرايتيريا بتاع الرينوكس ولا ما فيهوش الكرايتيريا بتاع رينوت. طب الكرايتيريا بتاع رينوت ايه؟ اللي هم الستيجز بتاعت الرينوت. هتيجي دلوقتي حاجه من ضمن الحاجات اللي برضو ببص عليها في البريفري، هلاقي هنا البريفري هنا في ايه؟ في راش. الراش ده ليه كرايتيريا وليه ديستريبيوشن، يعني علق على الراش ككرايتيريا وكديستريبيوشن. السؤال هنا للجروب، انت شايف الراج ده احطه تبع ايه؟ فاسكولايتس فاسكوليتك. احمد عبد الجليل بيقول ريس، يعني هو بيقول ان هو فاسكولايتس. انا معاك ان هو ده الراج بتاع فاسكولايتس، لكن خلي بالك في الامتحان مش هو ده السؤال. اما انت لازم تاخد بالك ان انا لما اجي اسالك بسؤال مش هقول لك الراش ده بتاع ايه عشان تقول لي فاسكولايتس. طب ما هو باين ان هو الراش هيبقى بتاع ايه، مش دراج انديوس ولا اخر، هيبقى بتاع فاسكولايتس وات ايفر كان الفاسكولايتس. ما السؤال هيجي لك منين؟ هيجي لك في بعض الديفرنشال دايجنوزيس اوف فاسكولايتس، وبعد كده في الباثوجينيسيس اوف ذيس راش.
من الحاجات المشهوره اللي ممكن نشوفها برضو الكرايوجلوبينيميك فاسكولايتس، سواء العيان عنده هيباتيتس سي او ما عندوش هيباتيتس سي، وان كان هي مور كومن ويز هيباتيتس سي. بس خلي بالك العيان اللي عنده هيباتيتس سي وخد تريتمنت ده لا ينفي حدوث الكرايوجلوبينيميا، even after treatment ممكن يحصل كرايوجلوبينيميا and it is common. بعض الانواع الاخرى من الفاسكولايتس ساعات بيبقى معاها كمان complications by gangrene، تاخد بالك من البريفري زي هنا ابتدى يحصل كمان جانجرين. دي معناها ايه؟ ان الفاسكولايتس دي ما هياش فينيولايتس، لا دي كمان واخده الكابيلاريز وواخده السمول ارتيريولر ديزيز. هتفرق معاك في البروجنوزس؟ اه. هتفرق معاك في المانجمنت؟ اه. وهتفرق معاك كمان في الايتيولوجي. الكرايوجلوبينيميا ممكن تعمل لي المنظر ده، لكن الفينيولايتس بس السيمبل فينيولايتس بتاخد الفينيولز والكابيلاريز نادرا، لكن وارد برضه حدوث. نيجي بقى على السؤال، كل دي كانت مقدمة في الامتحان انك انت تتكلم تقول فاسكولايتس واسبابها. السؤالين دول اساسيين لفهم الفاسكولايتس. Why vasculitis rash array؟ نمبر 2 Why it is mainly in lower limb أو independent area؟ اللي جاوب عليه ليه ريز؟ ديبندنت نون بلانشبل، هو دي المطبات. احنا على فكره احنا عارفين المطبات اللي بتقع فيه، انفلاماتوري رابتشر اوف سوبرفيشال فيزل. ليه ريز؟ لان حواليها بالذات في الانواع اللي هي ليكوسايتوبلاستيك فاسكولايتس معاها اكسترا فازيشن، معاها انفلاماتوري سيلز اكيوميليشن، وبالتالي بتبقى لازم ريز. ليه على اللور ليمب؟ مينلي نتيجه زياده الفينس بريشر، فالرابتشر في المايكرو كابيلاريز بتبقى اكتر. ودي اجابه السؤالين دول. رجعنا تاني على الديسكالريشن، هنا النوع الاخر من البالور اللي هو الفيشيال فلاشنج، نوهنا عليه المره اللي فاتت وقلنا ان هو ممكن يكون ليه اسباب زي الفيفر، السرسايز، هيت اكسبوجر، دراجز زي الكالسيوم شانل بلوكر، النيكوتين، الاندوكرين زي المينيبوز وده كومن، الاندروجين ديفيشنسي اند اذر، لكن هنا ما فيهوش راش. تعالوا بقى ناخد جوله على الايديما. الايديما هتتقسم الى نوعين، لا باي لاترال لا يوني لاترال، ولا اما تكون سوفت اند بيتنج يا اما تكون هارد اند بيتنج. السؤال هنا ازاي اقول بيتنج؟ ازاي مش انا اعملها؟ يعني ايه الديفينيشن اوف بيتنج اند نون بيتنج؟ كلمة بيتنج بالنسبة لك تساوي ايه؟ بتساوي هل لما ادوس على السكين صباع يغرز، هي دي كلمة بيتنج؟ لأن في بعض الناس بيفهموا كلمة بيتنج غلط. طبعا كلمة بيتنج مش معنى إن أنا أدوس عليها يغرز، لا، لما أرفع إيدي، لما أرفع صباعي تفضل فيها الغرزة دي. طب تعال نشوف إزاي. أدي لور ليمب، عشان تبان الإديمة بتبان أول جزء، أعمل إكزاميشن الإديمة ورا الميديال ماجل، بعد كده أطلع على الطاي على تشين أوف ذا تيبيا، وبعد كده على الطاي إن أنا بعمل بنش. هنا تساوي بيتنج، يعني بعد ما رفعت صباعي فضل الجزء الديبنج ده موجود، يبقى ده عبارة عن بيتنج إديمة. طب سوفت ولا هارد؟ سوفت يعني يدوبك إن أنا بريشر خفيف بيعمل
المنزل ده بتاع الايديما. دوسه خفيفه قوي بيبقى سوف، دوسه جامده جدا بتبقى هارد. لبعد ما ارفع صباعي وما لقيتش ايديما تبقى على طول دي نون بيتنج ايديما. الديفينيشن اوف ايديما 90% او 95% من الطلبه بيقولوا غلط. What is the definition of edema؟ أو what is edema؟ أو what is the etiology of edema؟ من الآثار اللي إحنا توارثنا عبر الأجيال اللي هم بيقولوها رينال وهيباتيك وكاردياك edema. ودي طبعا كلاسيفيكيشن عارية من الصحة لأنها لن تفسر كل أسباب الإديمة. ما الإديمة ديفينيشن بتاعها إيه؟ الإديمة عبارة عن excess interstitial fluid بس لا due to disturbed starling forces. يعني أنا عندي زيادة في الانترستيشن نتيجة الستارلينج فورسز حصل فيها مشكلة، سواء كانت decreased plasma oncotic pressure تحط تحتيه liver disease، تحط تحتيه renal disease، تحط تحتيه malnutrition، او فازو دايلاتيشن وانكريز هيدروستاتيك بيرميابيليتي تحط انفلاماتوري، تحط دراج انديوس، او زياده في الفينس بريشر سواء لوكالايز زي دي في تي او سيستميك زي رايت سايد ارت فيلير، واخر سبب هو الليمفاتيك. طب نجمعهم ازاي بقى لما تيجي تتسال تايبس اوف ايديما او كوزز اوف ايديما او ميكانيزم اوف ايديما؟ تجمعهم كده: increase capillary hydrostatic pressure, decrease plasma oncotic pressure, increase venous pressure و lymphatic obstruction. هو دي الكلاسيفيكيشن لما تتسأل على الايثيولوجي اوف ايديم. increase capillary hydrostatic pressure زي inflammation, extravasation, drug induced. decrease oncotic pressure مع hypoalbuminemia hypoproteinemia whatever السبب. increase venous pressure نتيجة right side أو localized DVT و lymphatic obstruction. خلي بالك ال heart أو cardiac edema بتختلف عن ال hypoproteinemia في حاجتين مهمين. نمرة واحد دي بتبقى soft و beating edema، دي بتبقى hard و beating edema. دي بتبقى يوجوالي بالمنظر سكين هيلثي، دي نتيجه زياده الفينس بريشر وكابيلري رابتشر من زياده الفينس بريشر بتبقى بيجمنتد، يبقى هارت بيجمنتد اديما يوجوالي اوف كاردياك اورجن. الليمفاتيك اديما بتبقى نون بيتنج، واتفقنا يعني ايه نون بيتنج. يبقى كلمه اديما هو السؤال المطروح دايما علينا، الاكستنت اوف ايديما لوور ليمبس بس ولا شامل حاجات تانية هاند فيت او اذرز، نتيجه انكريز في الهيدروستاتيك كابيلاري بريشر اي انفلاميشن، نتيجه سولت اند ووتر ريتنشن وارد جدا، بيتنج في اللور ليمب والهاندز والفيس ولا جاست كونفايند، معاها كمان فينس التريشن ولا لا، لان ده المنظر اللي ممكن يتشاف مع عيانين، ولازم ساعتها اطلع على الابدومن واشوف البودو رانش او شكل قشره البرتقال اللي موجوده على الابدومن، هل في ابدومينال وول ايديما ولا لا. ده بيبقى زي البودو رانش او زي بالظبط شكل. هنا الكابيلاري هيدروستاتيك بريشر بيبقى زايد جدا، وبالتالي بيحصل اكسترافازيشن، واشهر حاجه ليه كلنا بنشوفها من زياده الهيدروستاتيك بريشر وزياده الفينس بريشر اللونج ستاندنج سيتنج بوزيشن. الرايت سايد هارت فيلير، الليفر سيروزز، كل دي اسباب. اتمنى ان احنا نبقى عارفين الميكانيزم، ما هواش جاست الرينال هيباتيك ولا لا. وزي ما اتفقنا ممكن يبقى هاند ايديما، ممكن يبقى يونيلاترال في وان ليم، زي كومان قوي بنشوفها في البيشنت اللي عاملين ماستكتومي وعاملين
لينفادينكتومي للدريننج ليمف نودز، بنلاقي ان دي وان ليمف في اديما وتبقى ليمفاتيك وتبقى نون بيتنج، او ممكن يكون وان ليج بس في عيانين دي فينس ثرومبوز. وزي ما اتفقنا البيتنج ان هو بعد ما تشيل صباعك يفضل موجود الغزو. الميديان مانيولس هو الفيرست سايت اللي انا بقدر احكم بيه، بعد كده اطلع على التشين اوف ذا تيبيا اند اون ذا سايت. هنا بعمل بريشر على التشين اوف ذا تيبيا على المكان ده بالظبط، ونشوف البيتنج كرايتيريا، وبستنى اشوف هو قعد قد ايه وقت قد ايه عقبال ما طلع تاني. ممكن يكون في الثاي بعمل بينشنج، الاقي هنا ما بدوس بقى بصباعي هنا زي ما بقول، زي ما بنعمل كده بنمسك بصباعينا الاثنين فولت من الثاي ونشوف. كاردياك اديما تبقى هارد بيجمنتد بيتنج اديما، هارد لان بتاخد قوه في صباعك وانت بتدوس عشان صباعك يغلي، دي بنسميها كاردياك اديم. وبيجمنتد نتيجه زياده الانترا فاسكولار بريشر في الفينيول، فبتبتدي يحصل اكسترا فازيشن اوف ذا ريد بلاد سيلز، وكومن ان انا الاقيها كده، وكومن من اللونج ستاندنج فينس كونجيشن يبتدي يحصل فينس التريشن. ادي المنظر ممكن يحصل فيها الفينس التريشن. ممكن في بعض الفيميلز الاقي التورتيوسي المعرج ده بتاع المشاكل الفاسكولار بتبقى لوكالي، وغالبا بتبقى يونيلاك. الفاريكوستي كومن ان احنا ممكن نشوفها في الفيميل في الميدل تو اولدر ايج، يعني 50 وانت طالع. تعال ندخل على الهاند اكزامينيشن. الهاند اكزامينيشن، وات ار ذا سمول ماسلز اوف ذا هاند؟ انا همسك ايد العيان اعمل ايه؟ هبص على السمول ماسلز اوف ذا هاند، السينر والهايبوثينر. السينر والهايبوثينر او سمول ماسل اوف ذا هاند هو الحكم ليك في حاجات كتير جدا. ايذر انك انت بتحدد منها نيورولوجيكال ديزيز، او ويستنج او اتروفي، او بتحدد فيها كمان اذا كان العيان ده عنده اي مشكله روماتولوجيكال بيبقى اسوشيتد معاها اتروفي. بس هنا في الحالات اللي زي دي بيبقى كمان معاها كمان انه بيبقى معاها ديفيجن في الالنر مثلا، او معاها كمان زي ما هنشوف دلوقتي الفليكسور ابنورماليتيز او سوان ليك ابنورمال. ويستنج اوف ذا ثينر اند هايبوثينر هاند، البروميننس اوف تندون ده على طول لا اما ديسيوز او اذا كانوا فيهم روماتولوجيكال مانيفستيشن. الحركات بتاعت الفيديو زي ما انتم شايفين هاو تو موف ايتش ماسل، بيشنت از نوت ايبل تو كنترول. الابدكتور بوليسي بيعمل ابدكشن، ما هل احنا مطلوبين ان احنا نعمل كل الماسلز دي في النفرولوجي اكزام؟ لا، ما انتش متحدد انك انت تعمل كل الماسل تيست، لكن على الاقل تبقى عارف يعني تينر وهايبوتينر واماكنهم ايه اند هاو تو تيست. تعالى ندخل على الابنورماليتيز اللي ممكن الاقيها في الهاند. كاربال بانل سيندروم اشهر حاجه ممكن نشوفها في عيانين السي كي دي والدعال. السيمتوم هلاقي نامنس تينجلينج اوف ذا فينجر، ممكن هلاقي بينز نيدلز ريديوس سنسيتيفيتي ويكنس، الاقي جراديوال ديفيكولتي دوينج تاسك ريديوسد هاند في الفانكشن. بنعمل كام تيست عشان نتاكد ان هو كاربال بانل سيندروم؟ نكتب على الشات يعني ايه التستات اللي احنا
ممكن نعملها. زي ما انتوا كاتبين الفاينل تيست والاذر، تعال نشوفهم مع بعض نراجع عليهم سوا. الكاربال تانل سيندروم ادي الاناتومي بتاعها، كومبريشن على الميديان نيرف، بيبقى عندي نيرف كوندكشن ستادي يوجوالي بحتاجه لو هعمل دي كومبريشن. وللامانه الكاربال تانل سيندروم قلت كتير جدا مع الموداليتي اوف ذا هاند. الفالنس تيست بيبقى على البوزيشن اللي هنشوفه حالا، لكن يوجوالي مع وجود كاربال تانل سيندروم بيبقى معايا كمان تينر اتروفي، لانه بياخد الميديان نيرف، بياخد الجزء ده اللي هم 3 صوابع ونص دول، دايما بيبقى معايا تينر اتروفي. التينر جاست ان انا بعمل بيركشن على الميديان نيرف يسمع على طول في ايد العيانين، ده ما هوش سو سينستر الامانه، ما هوش سو سينستر، لكن هو بيركشن بيبتدي الاقي تنجلينج ونمنس على الايد العين. الفالنس في البوزيشن ده هو اشهر شويه، هولد ذا دورسال سايد اوف ذا هاند توجذر فور 1 مينت، يبتدي العيان تو كومبلين اوف ذا تنجلينج اللي موجود في الميديان نيرف ديستريبيوشن. ما نيجي نشوف اللي هو التستنج، زي ما انتم شايفين ان هو بيشوف السنسيشن، بيبتدي يعمل عليه، هو خلاص حدد الاناتومي، بيعمل بيركاشن، والبيركاشن ده المفروض بستنى الكومنت من البيشنت ان هو يقول فيه ولا مفيش. بعد كده العيان بيعمل الفالنس تيست، نسيبه مدة كافية بحيث ان هو after sufficient time minimum 1 minute minimum بيبتدي يحس بالتنجلينج اند ذا numbness. السؤال هنا هو البيتا 2 مايكرو جلوبولين بيحصل نتيجة inefficient dialysis؟ طبعا، لكن هل هو ليه علاقة بالبيتا 2 مايكروجلوبين بس ولا معاها حاجة تاني غير بيتا 2 مايكروجلوبين؟ نرد على الشاف، يعني بتيجي تتسأل في البيتا 2 مايكروجلوبين الباثوجينيسيس، هل هو فقط retention of بيتا 2 مايكروجلوبين في الدياليسيس بيشنت ولا لا؟ طبعا من طريقة الإجابة لا. أحمد عبد الجليل بيجاوب، مين تاني يجاوب؟ أمايلودوزيس هو بي اسمه بيتا 2 مايكروجلوبين أمايلودوزيس، لكن ناخد بالنا سايتوكاين اندوسينج سيفيسنت ده عزت، طبعا ده عزت ده يعني من زمايلنا اللي هم كانوا معانا ماستر كيلا وحضر سايتوكاين انفلاماتوري، ده يعني من الترمينولوجي القوي جدا، يعني سايتوكاين اندوسينج سابستنس او سي اي اس. يعني عشان يبقى فاهمين، البيتا 2 مايكرو جلوبين بري دياليسيس ما بين الهاي فلاكس واللو فلاكس الاثنين عاليين، لكن ما بتحصلش مع الهاي فلاكس والهيموداي فلتريشن لان انا بشيل سايتوكاين. الديبوزيشن انها تبقى وايلد بيتا 2 مايكروجلوبين تعتمد اعتماد كلي على السيتوكاين في خطوتين، خطوتين هما ايه؟ بايوكيميكال تشينجز وجلايكيشن بروسيس، نمره 2 انفيجن اوف ذا سينوفيوم باي ذا سيتوكاين. عشان كده الهاي فلاكس ده بيشيل السيتوكاين، بيخلي البيتا 2 حتى لو فوق ال 20 زيها زي اللو فلاكس، لكن الانفيجن للسينوفيوم بيبقى اقل. يبقى ده على طول
الفالنج تيست، ريز ارمز تو شولدر، برينج دورسم اوف هاند توجذر ان ميد لاين، هولد ريست ان فورس فليكشن فور 30 تو 60 سكند، البوزيتيف تيست تنجلينج اند نامنس اوفر ذا ميديان نيرف ديستريبيوشن. وده التكنيك التامنس والفالنج، وده الديستريبيوشن او سنسيشن على الميديان نيرف. بقيه التستات هي ما هياش فور اكاديميك اكتر، ما هياش الكلينيكال زي داركن تيست، ان هو بيعمل كومبريشن بياتي نفس الفاليو اوف فالنس بنفس التكنيك او نفس الواي اللي انا بحدد بيه هل في كومبريشن. لقينا بقى كومبريشن مش بيركاشن، وبتشوف اذا كان في سنسوري تشينجز ولا لا وباراسيز. اي اكزامينشن قلنا قبل كده في الاي اكزامينشن ان وان اوف ذا موست از ذا بالور. طب انا هعرف ازاي البالور في الهاند؟ اتفقنا ان البالور هو ديفينيشن باي ديفينيشن لاتين نيم از لوس اوف كلر. لوس اوف كلر ده كلمه بالور، loss of color نتيجة إن أنا مش شايف الكابيلاريز اللي موجودة. يبقى عندك الأسباب التالية: ميكسيديما تديك كده لأن في ميكزيماتس ديبوزيشن بلس أنيميا، هايبر كيراتوزيس برضه ما أنتش هتشوف بعينك الكابيلاريز، أو شايف الكابيلاريز بس الهيموجلوبين ليفل اللي فيها قليل، يبقى ده سببه الأنيميا. أو loss of pigmentation نتيجة هايبو بان هايبو بيتيتيريز. الملاحظ هنا ان في الهاند دي لوس للكالر الريد كالر، لكن ابص على الكريزيس، لو الكريزيس لسه لونها دارك يبقى غالبا العين ده هيموجلوبين بتاعه اباف 7. لو لقيت الكريزيس دي بقت نفس اللون يبقى ده بلو 7، وده اتفقنا عليه. خلاص الإديمة والبنشنج تيست بالجريد المختلفة. نبص على الهاند، أنا لسه في الهاند ممكن ألاقي مظبوط يا مصطفى، الديفورمتيز. هاتي 5 جنيه، الديفورمتيز دي هاتي كتاب ممكن الكونكت بتاع ألاقي فكي من اللي التربية بيتكلم تحت. دعاء تقفل المايك. لا ممكن ألاقي هنا الروماتولوجي مانيفستيشن اوف ديفورمنت وكمان الروماتويد ارثرايتس، لانه ممكن يبقى ليه علاقه وثيقه بالكدني ديزيز، سواء اذا كان في جلوميرولوباثي، سواء اذا كان امايلويد مع كرونيك انفلاميشن. النر ديفيشن سواء نيك ديفورميتي هنشوفها حالا، باتونوير ديفورميتيز، دول كلهم بيبقوا مع الروماتويد ارثرايتس. الصمت بيبقى عامل المنظر ده بنسميه الباتونير ديفورميتي. الالنر ديفيجن على مستوى الميتاكاربو فالينجيال جوينت، وممكن كمان على مستوى الريست. السوان نيك ديفورميتي زي ما انتم شايفين بيبقى فيه تو ديفورميتي هنا وهنا على البروكسيمال والديستال انتر فالينجيال جوينت. ادي السوان نيك ديفورميتي، الديستال بيبقى معاها فليكشن والبروكسيمال بيبقى معاها اكستنشن، ودي تيبيكال ديفورميتي اللي بتحصل مع الروماتويد ارثرايت. بعض انواع الارثرايت بيبقى فيها حاجات تانية بس مش كومن زي السورايتيك ارثرايتس، لكن ما هياش كومن ان انا الاقيها في عيان نفرولوجي. تاني نفس الديفورميتيز، نفس السوالينج اوف ذا جوينت، كل ده بيشنت سويت. ساعات بتلفن معايا الاوستيو ارثرايت. الاوستيو ارثرايت بتلاقي فيها فعلا، بتلاقي عند الجوينت فيها سويلنج، لكن ما بيبقاش الكاركترستيك ديفورميتيز بتاعت الروماتويد، سواء اذا كان تيبيكال السوان نيك او الباتونوير ديفورميتيز او الالنر ديفيجن. الرينوت فينومينا
سواء اذا كان ديزيز او سيندروم. مش عارف اذا كان الدكتور عصام نور الدين معانا لسه ولا لا، لكن دكتور هشام، أنا مستمتع موجود ربنا معاكم طبعا. يخليك. كان زمان الدكتور عصام ساعات نقول رينود فينومينا ولا رينود ديزيز، طب هو سيندروم، طب معاه ثلاثة، او اقول رينود فينومينا وبعدين نقول برايمري ولا سكند، لكن هو في الاخر ايه؟ رينود. طب انا ما سميتوش ليه سنترال ساينوزس نوكليس؟ لان الرينود بيمر بثلاث خطوات اساسيه، سواء اذا كان البلانشنج، سواء اذا كان الساينوزس، وسواء اذا كان الهايبر ريميا اللي بيحصل بعدين. الرينود ممكن يكون برايمري رينود وممكن يكون سكندري رينود. ازاي؟ زي ما احنا شايفين هنا ان الرينود غالبا في المرحله المتاخره بيبقى خلاص عمل فاسكوليتيك ليجنز جامد جدا في بعض العينين بروجريسيف سيستميك سكليروز، لكن ات ايرلي ستيجز الوصف بتاع العيان بيجي في المرحله الاولانيه اللي هي مرحله الفازوسباز. المرحله الثانيه بيبقى فيه سايانوزس وبيبقى بلويتش اور داسكي فور بليك اوف اوكسجين سبلاي. المرحله الثالثه بيبقى فيه هايبريميا نتيجه ريستور بلاد فلو. الثلاثه دول مع بعض يقول لك على طول ده رينوتس فينومين. ده لوحده او ده لوحده بنسميه سايانوزس او بريفرال سايانوزس لو ما معهوش تان سايانوزس. لكن هيجي كلمة تانية هنقولها دلوقتي هي كلمة أكرو سايانوزس. هنقول إيه؟ أكرو سايانوزس. الرينوتس فينومينا fingers can become white due to lack of blood flow. Fingers become blue as blood vessels dilate to keep the blood in the tissue. Finally, the finger may turn red as the blood begins to return. ممكن يبقى في العبر. الالوان الثلاثه ديت لما بتكون موجوده مع بعض بيشبهوها دايما بالعلم بتاع فرنسا، فيقولوا دايما عندهم بتوع الرينودز دوت اللي هم الابيض مع الازرق مع الاحمر كانه علم فرنسا، فرانسي فلاج. طبعا زي ما الدكتور عصام بيقول هم بيمثلوه، لان هو عشان اقول رينولد لازم الثلاثه يكونوا واضحين. طبعا شاكرين جدا يا دكتور عصام. طبعا الابر واللور ليمب وارد طبعا حدوثهم في نفس الرينولد، لكن غالبا العيان ما بيشتكيش من صوابعه، بيشتكي من ايديه. هنا الجدول ده ناخد منه سكرين شوت اللي هو ايه؟ البرايمري والسكندري. البرايمري ما عنديش حاجه غيره، ودايما في اليانجر شويه عن الاذر اولدر. الكابيلاريز هنا بتبقى نورمال، لكن هنا الكابيلاريز بتبقى تورتشر، لكن الامانه مش هتقدر تحددهم كلينيكالي. طب الاوتو انتي بوديز اللي موجوده للميكسد كونكتد تيسو ديزيز اند اذر بروجريسيف سيستميك سكليروزز از كومن ان سكندري. الدامج الاندوثيليوم بيبقى مور فريكوينت هنا لا. الفاسكولار اوكلوجن في السكندري الديجيتال جانجرين نادرا لكن هنا فيري كومن. الالفا 2 ادرينرجيك اكتيفيتي بتبقى هاي في الاثنين، والكاسيتونين جين ريليتد بالتايب في لو. لكن انا افرق بينهم ازاي؟ يوجوالي اللي معاه رينوت فينومينا بيبقى اولموست معاه other manifestation of mixed connective tissue disorder. كلمة acrocyanosis يعني ايه؟ نجاوب على الشات. ما هو اشمعنى قلنا دي؟ يعني ايه acrocyanosis؟ كلمة acro لوحدها وكلمة cyanosis لوحدها. يعني كلمة cyanosis معروفة بلوتش discoloration of the skin and the periphery، ممكن كمان في التانج، لكن كلمة أكرو دي مش هتتكرر كتير في البطنة عندنا، لكن هتتكرر على الأقل. ودكتور عصام برضو موجود، ولو دكتور عمرو والزملاء هنلاقي إن كلمة أكرو دي
برضو هتتكرر في 3 ديزيز على الاقل، اكرو ميجالي، اكرو ساينوزيس، ثايرويد اكروباكي. الله، يعني الثلاثه اكرو دول موجودين في نص الترم، لان كلمه اكرو يعني بريفرال. لو بريفري كبرت يبقى اكرو ميجالي، لو البريفري حصل فيها كلابينج وحصل فيها انلارجمنت يبقى اكروباكي بتاع الثايروتوكسيكوزس، لو البريفري اكرو حصل فيه ساينوزس يبقى اكرو ساينوزس. اكرو ساينوزس از ا كومبليتلي نورمال فيسيولوجيك، ممكن اشوفها نتيجه الفازوسبازم مع البرد، كومن في البنات وكومن في اليونج ايج. يبقى الاكرو ساينوزس ما تلفنش معانا، ولا في البريفرال ساينوزس اللي ممكن يحصل نتيجه فاسكولار اوكلوجن او فاسكولايتس، لكن هو ده بمجرد ما البنت لان يوجوال في البنات تدفي ايديها في الشتاء بتلاقي على طول ايديها ايه اتحسنت. دكتور هشام، في اكرو مهم برضه في النفرولوجي، اتفضل. الاكروباراستيزيا بتاعت الفابري ديسيز، بالفابري ديزيز بالظبط، وممكن لكن تكون هي ديت على فكره الفيرست برزنتيشن بتاعت المرض، ان العيان يجي له بين وتنجل انجولامنس في الاكستريميتيز، وممكن يروح لدكاتره الاعصاب يفضل يلف عليهم بالمنظر دوت، اسمها اكروباراستيزيا، بالاضافه طبعا للتجميع الحلوه اللي انت قلتها بتاع الاكروميجالي والاكروساينوزس والاكروباكي بتاعت الثايرويد. تمام، متشكرين طبعا دكتور عصام، اضاف معلومه مهمه، لكن هو السلايد دي كمان مهمه عشان نعرف كلمه ايه الاكرو، وطبعا معروفه اكرو ميجالي. السويلنج اوف ذا هاند، الابنورماليتي والسكين تروفيك ليجنز اللي ممكن يحصل، الجانجرس افكت في السيفير فورم من الاسكيميا ممكن يحصل في وان هاند، بس هنا ممكن نلاحظها فين؟ في الستيل سيندروم فروم ابريكيو كيفاليك ارتيرو فينس فيسترا. اي سبوز ان هو ما هوش رير ان انا اشوف ان البريفري دي. وطبعا لو الدكتور عمرو الحسيني معانا ممكن كمان الكالسيفيك يوريميك ارتيريوباثي تبقى من ضمن الديفرنشال دايجنوزس، لكن هنا ممكن الاقي الكوزنس في البريفري وعلاقتها اكتر بالتنجلينج والنمبنس اثناء الدياليسيس، ممكن يبقى كلو عشان تحدد. دكتور عمرو الحسيني لو موجود يقدر يضيف في الكالسيفيك يوريميك ارتريوباثي، او دكتور عصام. طبعا تمام، الكالسيفيك يوريميك ارتيريوباثي اللي هي الاسم الاصح والمستحدث عن الكالسيفيلاكسيس، هي بتحصل نتيجه ان بيحصل كالسيفيكيشن جاء في البلاد فيسلز بتاعت السكين، فبتعمل فيري لارج ارياز اوف جانجرين، تبقى فيري بينفول، it is more common في الفيميل، it is more common في العيانين الدايبيتيك. والحاجه اللي هي بتميزها شويه عن سكيميا او عن الجانجرينز الاخرى اللي هي في الاكرو دي، لا بتبقى مميزه انك تبص تلاقي الجانجرين ديت في اماكن غير متوقعه، يعني في اماكن بروكسيمال، يعني تلاقي الجانجرين دي موجوده في الساي، موجوده في الليج، موجوده في الهاند مثلا زي اللي موجوده قدامنا بالمنظر دوت كده. احنا متعودين الجانجرين بتحصل دايما في الحته اللي هي البعيده عن السيركيوليشن، يعني في صوابع القدم من تحت، فدي الكالسيفيلاكسيس، وطبعا موضوع مزعج جدا وبيبقى بنسبه كبيره قوي بيبقى فيتال، لان بيحصل سكندري ويوجوال انفكشن يا للجانجيروس ارياس ديت، بيؤدي الى هاي مورتاليتي. تمام فطبعا ديت من ضمن المشاكل الخطيره اللي احنا بنتمنى ان احنا ما نشوفهاش عند حد من المرضى بتوعنا في الدايلس. بالظبط كده. انا جبتها عشان برضو البريفري بمختلف، واتكلمنا قبل كده على كالسيفيك يوريميك ارتريوباثي كالسيفيكيشن اوف ذا ارتريز اسوشيتد ويز بريفرال جانجرين. كونجيشن في الايد برضو انذر كومن فايندنج، ان انا بلاقي فينس كونجيشن عالي جدا نتيجه ارتيريو فينس فيستولا، بالاخص لو عندي بروكسيمال سايت استينوز. بنتسألوا كتير جدا الاليفيشن تيست في حالات اللارج ارتيريو فينس سيستولا سويلنج
بالمنظر ده بنعمل اليفيشن تيست. وللامانه اغلبيه الدكاتره بيبقوا عارفين الاليفيشن تيست. لما بلاقي ان تورتوس انيوريزمال دايلاتيشن اوف ذا ارتيريو فينوس فيسترا، بنخلي العيان يرفع ايده وبنشوف المنظر ده هيقل ولا لا. لو هيقل يبقى دي بيتنت، لكن لو فضل كونجستد ده معناه ان في ستينوزس، وعشان كده بيبقى ساعتها الارم اليفيشن تيست از سيمبل نون انفيزيف بيت سايز تيست ذات كان بي كويكلي done to assess any outflow vein stenosis in an arteriovenous shaft. Hand examination لسه احنا فيها، ممكن يكون مصاحبها extravasation في العينين ال hospitalized اللي هم بيجي لكم في الامتحان، ما تنخدعش في الاديمه، ممكن تسال العين على extravasation لاي فلويد. ساعات كتير من الاكسترافازيشن او some drugs يحصل هنا نيكروزس، وبالتالي بتبقى مشكله. النيكروزس ده ممكن يكون سوبرفيشال ترومبوفلبايتس، رجلك هتيجي فيه لو عين كان مركب كانيولا وانفلاميشن في الاريا دي، هتعلق عليها وتقول ده سوبرفيشال ترومبوفلبايتس نتيجه الكانيوليشن. بالمر اريتيما شايفينها ولا مش شايفينها؟ نقول اسباب البالمر اريتيما على الواتساب. جالك عيان شفت لقيته بالمر اريديم، ايه الاسباب بتاعت البالمر اريديم؟ كرونيك ليفر ديزيز، بريجننسي، دراجز، ثايروتوكسيكوزيس، كل دي اسباب. خلي بالك في حاجتين مهمين جدا في البالمر اريديم. أولًا خلي العيان يكون ضامن إيده شوية عشان تبان. يعني ما تخليش العيان يفرد صوابعه على الآخر، لا خليها ضاممها شوية عشان البالمر إريتيما تبان. البالمر إريتيما كومن في كرونيك ليفر ديزيز؟ أه، بس أنهي نوع من أنواع كرونيك ليفر ديزيز يبقى أكثر؟ الألكوهوليك. لكن هو بيحصل أه نتيجة فازو دايلاتيشن من اللي بيحصل من التوكسيميا اللي مع الكرونيك ليفر ديزيز. ثايروتوكسيكوزيس بيحصل، سام دراجز بيحصل، كل دي اسباب من اسباب البالمر اريثيما. بالمر اريثيما كان بي ديفايند از ريدنج اوف ذا بالمر سيرفيس مور سبيسيفيكلي اوفر ذا ثينر هايبوثينر. ان سام كيسز اريثيما اكستند تو ذا فينجر. سام بيشنت بريزنت از similar change on the soles of their foot as well as have opportunity to treat مع البالمر اريثيما can be caused by a number من medical problems. ما بتشخصش حاجه معينه. لسه احنا في الهاند اكزامينيشن، وطبعا هاند اكزامينيشن ما ينفعش ان احنا نسيب النيل، لان النيل كتير قوي النيل changes مع عيانين اليوريميا، ويتفق معايا كده اكيد الدكتور عصام نور الدين. لا اما النوتريشنال ديفيشنسي، لا اما البروتينوريا، لا اما السي كي دي واليوريميا، لا اما الفانجل انفكشن، هتلاقي عيان الكيدني ديزيز لا يخلو من نيل تشينجز. ده المنظر الاسبونينج الكولينيكيا الاسبونينج ده مع associated with iron deficiency anemia، تبقى عامله زي المعلقه. الليوكونيكيا جاي من ليوكوسايت او whitening، بنلاقي النيلز بيضه او ذا نيل، وده بيجي مع حالات الهايبو البومينيميا، ده whitening او ليوكونيكيا. السبلنتر هيموريتش، هيموريتش بيلو النيل بيت، بتبقى longitudinal ridge كده براون under the nail including trauma، لكن بالنسبه لنا احنا infective endocarditis. طب هل كومن الاقي splinter hemorrhage في عين infective endocarditis؟ مش كومن. طب هل ممكن كومن انك انت تتسائل؟ اه كومن. ان من ضمن superior vena cava او internal jugular catheter
يحصل كومبليكيشن ببكتيريميا ويحصل معاه اسوشيتد سبلينتر هيموريج مع انفكتو اندوكاردايت. دي الكوريليشن، لكن هي كلينيكالي للامانه از كومبليتلي انكومن اللي انا بشوفها. نخش على البوز لاين، الترانسفيرس لاين، وهاف ميل هاف براون ميل. البوز لاين one or more palpable transverse ridge in the nail plate, extending across the nail, associated in some cases with malnutrition and systemic disease. أغلب النيل changes ما بتدلش على مرض محدد، لكن ليها correlation مع بعض الديزيز أو severity of the disease. اللاينز اللي احنا شايفينها ميركس لاين one or more pale transverse band not palpable like pose line extending to كل الصوابع، ودي ممكن برضو تحصل مع الهايبو البومينيا. اللين سي half and half nail with the usher nail changes عندنا white discoloration of the proximal portion of the nail and red brown discoloration of the distal portion. دي بقى ايه demarcation between commonly present in hemodialysis. عشان كده الحته دي بنحب نسالها، لان ليها علاقه مع السي كي دي والاند ستيج كيدني ديزيز اون ذا. كيرز نيل من الاسماء اللي كانت مشهوره زمان على ايامنا في الثمانينات والتسعينات، بالتالي يا دكتور عصام يعني ما بقتش يعني تيجات سيرتها قوي. برضو discoloration of the nail bed، تحس انها النيلز washed out، بيبقى فيها thin reddish brown strip هنا، ودي برضو مع chronic condition زي liver disease diabetes او اي حاجه تاني. هنخلص بالاستريكسز النهارده، وهتبقى اخر حاجه نتكلم فيها في الجزء الثاني من الكلينيكال سكيل. نمره واحد، يعني ايه استريكسز او يعني ايه فلابنج تريمور؟ انا مش بقول لك بتعمله ازاي، انا بقول لك يعني ايه. خلي بالك انت لو جاوبت يعني ايه كديفينيشن انت نجحت. يعني بقول لك يعني ايه كالر، ما تقوليش انيميا، هتقول لي لوس اوف ذا كالريشن. هقول لك يعني ايه ساينوزس، هتقول لي بلوتش نتيجه كذا. هقول لك يعني ايه استريكسس او يعني ايه فلابنج تريمورز، تقول لي يعني ايه الديفينيشن، ديفينيشن اوف استريكسس او فلابنج تريمورز جايه من الفلاب، يعني لابسز ان بوتشر. يعني ايه لابسز ان بوتشر؟ يعني العيان مش قادر يحافظ على اوردر. ده انا رافع ايدي كده، انا بقول لك ارفع ايدك وخليها في هذا الوضع. لو انتوا شايفين ايديا، لو انا ايديا فضلت في مكانها انا عيان مطيع، ما عنديش انكفالوباثي، ما عنديش ميتابوليك ايرور. لكن لو عندي انكفالوباثي سواء اذا كان رينال هيباتيك او اي حاجه تاني، انت مديني امر افضل رفع ايدي، لكن انا لابسس او مش قادر احافظ على البوزيشن ده، فيا دوبك بنزل لكن خايف من الدكتور فبرفع ايدي تاني، بس مش قادر احافظ على البوزيشن اروح نازل تاني وهكذا. دي اللي بيسميها لابسس ان بوشر، او مش قادر يحافظ على بوزيشن انت قلت له خليك واضع عليه. يفضل لما اجي اعملها في البوزيشن يكون الفور ارم سبورتد. عندك تو بوزيشن، ان يكون الفور ارم سبورتد وارفع ايدي، او افرد ايدي قدامي كده من غير ما يكون سبورت، من غير ما اعمل كده، ده وارد وده وارد، لكن هو الحكم ان هو فيها لابسز في البوش. انا مديله ايه؟ مديله اوردر، خلي ايدك كده جنب بعض وقدامها. بمجرد ما انا بحط ايدي هنا واخلي العيان يرفعها الاقيه تسقط منه على طول. الفريكوانسي بتبقى فيو ان مينيتس، يعني 4 5 6
6 بير مينيت. هو واخد ايده كويس، عملت له ستيموليشن، هو مش قادر يحافظ على البوزيشن بتاع ايده. ده طبعا سيموليشن، دول اتنين دكاتره يعني بيمثلوها، يعني ما بتبقاش بهذه السرعه، لكن بتبقى لارج انفريكوينت، يعني عددها 4 5 6 7 في الدقيقه، وبتيجي مع اي انكفالوب. هنا البوزيشن الثاني، هنا ايه؟ العيانه مش عامله سبورت، فارده ايديها من غير سبورت، لكن مش قادر تحافظ على ايديها. بص الايدين بتسقط، غلبانه بتسقط، لكن خايفه من الدكتور اللي قدامها، يا ست ارفع ايدك، حاضر. عشان كده الباثوجينيسيس بتاعها ايه؟ في كلمتين الباثوجينيسيس بتاعها: disturbed position transmission على النيرف كوندكشن ما بين الماسلز والبرين. لما بحط بوزيشن معين للعضله بتحصل الترانسميشن للبرين عن طريق النيرف، بيحافظ على الكونتراكشن في جزء والريلاكسيشن في الجزء الثاني من العضلات كالكوردينيشن عشان يحافظ على البوزيشن. وانس ان هو في ديستربنس، ايديه تقع منه ويبتدي يعمل الفلابنج كرايتيريا. هنقف عند المرفان سيندروم في الهاند اكزامينيشن، ويجوز ذكرت قبل كده اللونج هاند. علاقتها ايه بالديزيز عندنا في النفرولوجي؟ ليه علاقات كتير بالكونجينيتال او كولاجين ديس اوردر، مش الاكوايرد كولاجين ديزيز. ليه علاقه بالكارديولوجي، بالكونجينيتال ميترال فان ديزيز. بيبقى معاهم كمان هايبر موبيليتي سيندروم. هايبر موبيليتي ان هو يقدر يحط ايديه او صوابعه في اماكن فيها فليكشن او اكستنشن مش حد طبيعي يقدر يوصل بيها لهذا البوزيشن. وبيبقى معاه هاي ارش باليت، بيبقى طول، غير المارفانويد كرايتيريا. هنقف هنا عند الكلابينج عشان نكمل ان شاء الله المره الجايه، بس هناخد اذا كان في اي اسئله على الشات. لو في اي اسئله على الشات نقدر نحطها. How to differentiate between calcium channel blocker edema and the other types of edema especially in end stage renal disease. الكالسيوم شانل ما بتعملش اكستنسيف ايديما، بتعمل بريفرال ايديما يا دوبك على الفود، بتبقى مور ديبندنت على العيان، لكن انها تطلع للتشين اوف ذا تيبيا اند اباف عمرها ما هتعمل كده. ارم اليفيشن تيست من محمد جمعه. الارم اليفيشن تيست زي ما قلنا، لو كان العيان عنده تورتوس انوريزمال دايلاتيشن للارتيرو فينس فيسترا وخايف ان يكون فيها بروكسيمال ستينوزيس او اوبستراكشن، بيرفع ايده. لو كولابسد يبقى مفيش، لو مش كولابسد يبقى فيه على طول ستينوزيس. هيثم بيجاوب بيسال على ديفينيشن اوف استريكسيس. قلنا الديفينيشن اوف استريكسيس هي لابسز ان بوكتشر، ايده بتقع منه لا يستطيع التحكم في وضع ايده على بوزيشن انا مديهوله، عشان كده بيحصل لابسز اون بوتش. كان ايديما ريليتد من مصطفى، كان ايديما ريليتد تو فلويد اوفرلود افكت ابر ليم. اه طبعا ممكن، لكن انكومن لانها مور على الجزء اللي هو بيبقى مور ديبندنت في اللور ليم. يوجوالي الهاند ايديما بتبقى نتيجة ثرومبوفلوبايتس أو إكسترافازيشن. محمد جمعة بيقول فقط الأنيوريزم، إحنا ما بنعملوش غير لو لقينا فيها تورتشر هاند أرتيريو فينس. أحمد عبد الجليل بيشكرنا، خلاص كده. موست كومن نيل أبنورماليتي إن هيمو دايلاتيشن أجين
يا هاجر رجعي هيبقى فيها ريكورد ان شاء الله وهتبقى موجوده. دكتور ضياء الدين بيسال الليمفاتيك اوبستراكشن اديما نون بيتنج، وقلنا يعني ايه نون بيتنج؟ قلنا نون بيتنج معناه ان انا بيغرز لما بدوس، لكن اوتوماتيكالي كده لما برفع ايدي السكين والتيشو بيطلع معاه، يعني ما بيفضلش معلم، وده نتيجه ان الليمفاتيك اوبستراكشن. هنرجع تاني ونقول هتتسيل في الايديما، هتتسيل في الكوزس اوف ايديما، والكوزس اوف ايديما ما تقوليش هيباتيك ولا رينال ولا كاردياك، هتقول لي عن طريق الباثوجينيسيس بتاعها اللي هو نتيجه ديستربد ستالين فورس. اربع حاجات تاني نفتر بيهم: نتيجه زياده هيدروستاتيك كابيلاري بريشر، حط انفلاميشن وحط دراجز، نتيجه ديكريز بلازما اونكوتيك بريشر، حط كل ما يؤدي الى لو سيرم البومين، زياده في الفينس بريشر سواء اذا كان لوكالايزد او سيستميك فينس كونجكشن، واخرهم الليمفاتيك اوبستراكشن. اشوفكم على خير، كان ليله طويله النهارده، وان شاء الله وانس ان الفيديو اتسجل ان شاء الله على طول هنبعته لكم، ودايما نلقاكم على خير. شكرا طبعا للاساتذه الموجودين دكتور عصام، واذا كان في اي حد من الاساتذه الاخرين. شكرا جزيلا يا جماعة، أشوفكم على خير إن شاء الله. شكرا دكتور هشام. نشوفكم على خير دايما.